أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقات الخاصة من شخصيات ميلادية. طبعاً اتحدثنا عن شخصيات اللي لعبت دور مهم في حياة المسيح، لكن في هذه الحلقة رح نتكلم عن شخصيات عادة ما بنذكرها في عيد الميلاد، لأنه عيد الميلاد بيبعث الفرح والسلام والمجد والتسبيح والترنيم، لكن لا تخلو من الألم، ولا سيما حدثت مذبحة في أيام ميلاد المسيح، مذبحة أطفال بيت لحم على يد هيرودس الكبير. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها، من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. أهلاً أعزائي المشاهدين، رح أتكلم عن مذبحة أطفال بيت لحم في فترة ميلاد يسوع المسيح. طبعاً في أي مكان أنت بتسافر فيه في الأراضي المقدسة لابد أنك تشوف أثار أو بصمات هيرودس الكبير اللي كان بيحكم كل البلاد. هيرودس طبعاً كان مصاب بمرض الهواجس والشكوك والجنون، خليني أقول عنده جنون العظمة وبعظم نفسه. أي شخص يعني بحاول بيسمع أو بشك أنه راح يأخذ عرشه ممكن يتخلص منه، مشان هيك قتل كثيرون، قتل أولاده وقتل كل شخص كان بحس أنه بنازعه على الحكم. أنا موجود في مكان طبعاً بناء هيرودس الكبير اللي تسمى الهيروديان أو قلعة الهيروديان. والجدير بالذكر رغم أنه كان هيرودس قاتل وعنيف وشرس وفي دم أبرياء كثيرون في إيديه، لكن منعطيه الكريدت أنه كان بناء عظيم وكان بيقوم في إنشاءات عمرانية في كل مكان. هو اللي بنى قيصاريا، بنى سيباستيا في نابلس. قيصاريا طبعاً بنى أكبر ميناء في العالم القديم وتحدى الطبيعة، وبنى قصور في كل مكان، بنى الهيكل وبنى قلعة أنطونيا في القدس، وبنى قلاع منها قلعة مسادة، قلعة المكاور أو المكايروس في جهة الأردن، وهذه القلعة مشهورة جداً، قلعة الهيروديان. بنى القصور وبعدين مثل ما بتلاحظوا الجبل كله تراب، حط يعني جبل حول كل هذه الأماكن فبتصل من فوق وإله مداخل خاصة في هذا المكان. وبحسب المؤلف يوسيفوس كتب إنه قبر هيرودس بجانب هذا الجبل الهيروديان، وفعلا من السنين قليل اكتشفوا قبر هيرودس بجانب هذا الجبل. أنا موجود في منطقة بتلاحظوا من الأبنية إنه كان في دوائر وشكل بيزنطي أو شكل روماني، بتشوفوا الأعمدة. هذه المنطقة كانت كلها برك لهيرودس الكبير، وكان عنده كتائب عسكرية في هذا المكان. يعني هيرودس بيصدر الأوامر، الجنود من هذه المنطقة من الهيروديان يقتلوا كل أطفال بيت لحم والكورة المحيطة في هذا المكان. مثل ما منعرف إنه جاء المجوس وسألوا هيرودس أين هو المولود ملك اليهود، طلب منهم طبعا بالسر إنه يعلموه عن مكان الولادة، ولادة الطفل يسوع، والقصد طبعا حتى يتخلص من يسوع. لكن بإعلان إلهي المجوس تركوا بيت لحم، رجعوا إلى بلادهم. وعندما علم هيرودس وتحقق من الأمر
زاد كراهية وزاد عداء وغضب وحقد شديد، وأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم والكرة المحيطة من سنتين فما دون. وهذا يعبر عن شراسته، مع أنه كان في آخر حياته، كان مريض أمراض صعبة جدا من جوا، والجلد كان بيطلع عليه دمامل وكان بيطلع منه رائحة كريهة. وحتى في آخر يعني أيام في حياته، الملك الأرضي كان بخاف من الملك السماوي، وحاول يتخلص من الملك السماوي اللي هو يسوع، لكن لم يعلم إنه الله هو سيد الأحداث كلها، وأن كل الأمور تجري بخطة محكمة منسجمة لكل شيء. هيرودس مع أنه كان جسده يتهاوى في آخر أيامه ورائحته كريهة وجسده يتساقط، أمر بقتل جميع الأطفال. ولكن هذه القصة موجودة في بشارة متى في الإنجيل المقدس. متى عم بيتكلم لليهود، واليهود عارفين بهذه الحادثة، ومتى عم بيظهر يسوع المسيح كملك، وفي نفس الوقت متى بيتكلم عن تتميم النبوات، ويقول البشير متى إنه هذا ما حدث هو لتتميم نبوة أرمياء اللي بتقول: سمع صوت في الرامة نوح وبكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وليس بمعزة. طبعا بيقتبس رحيل اللي هي زوجة يعقوب أم يوسف وأم بنيامين. رحيل زوجة يعقوب تمثل الأمة القديمة. رحيل عندما وصلت إلى مدخل بيت لحم وعندما ولدت بنيامين، يعني ماتت هناك وولدت بنيامين بالحزن وبالألم، فصار رمز للألم ودفنت هناك في مدخل بيت لحم، ولليوم موجود قبر رحيل موجود إلى يومنا هذا. فمتى عم بمثل رحيل الأمة القديمة، وبيذكر رحيل يعني بيرجع فيها من أيام يعقوب عندما ماتت في بيت لحم، بيقفز في التاريخ إلى أيام المسبيين، ولا سيما في أيام نبوخذنصر عندما جاء وأخذ البلاد ودمر أورشليم والهيكل أيضا في سنة 586 قبل الميلاد. فكان الجيش الروماني بيجمع كل المسبيين، ولما المسبيين المفجوعون طبعا اللي تألموا جدا وهن ماشيين عند قبر رحيل، كانوا كأنه بيسمعوا الصدى، الصوت انه رحيل عم تبكي معاهم، وفيش حد يعزي على هالفاجعة، فاجعة القتل والألم والعنف اللي حدثت في أيام طبعا البابليين القدماء والمسبيين اللي راحوا إلى السبي البابلي. فإذا رحيل كانت تبكي معهم. وهذا أحبائي يعني هذا السجل ذكرى مخزية في سجل العار لهيرودس الكبير. هذه الحادثة المخزية لم يذكرها التاريخ، سجل القتل، والبعض تساءل يعني عن صحتها وحقيقتها. طب ليه مثلا المؤرخ يوسيفوس كتب أشياء كتير عن هيرودس، ليش ما ذكرش قتل أطفال بيت لحم؟ لعدة أسباب. أولا لربما يعني بمقارنة مع الآلاف وعشرات الآلاف اللي قتلهم هيرودس، ما في مقارنة عن الأعداد القليلة من الأطفال اللي قتلت في هذه المنطقة، ولا سيما هيرودس ابتدأ حكمه سنة 37 قبل الميلاد بالقتل وبالعنف وإقماع الثورات، وقتل الآلاف، العديد من الآلاف، وقتل أشخاص كثيرون حتى في آخر حياته. عارف أن اليهود بيكرهوه، طلب أنه يلقوا القبض على كل شرفاء ونبلاء يهودا، وأمر عندما يموت يقتلوا كل الشرفاء، لأنه عارف الناس مش رح تبكي عليه، على الأقل بيكون في بكاء وعويل
يبكوا على شيء معين. هذه شخصية هيرودس عشان نفهم كيف هذه الشخصية قتلت أطفال بيت لحم. فتاريخ سجل عار، تاريخ بيخزي في سجل هيرودس. ولربما يمكن العدد قليل إنك تقارنه بكل هاي الأعداد الكبيرة اللي قتلها. شيء تاني مهم جداً إنه كان الحاكم أو الإمبراطور هو أغسطس قيصر، معروف عنه بالتسامح، وكان بيعرف عن هيرودس لدرجة قال من الأفضل تكون خنزير في قصر هيرودس من أن تكون له ابن، لأنه قتل ابنه أنتيباتر وقتل ابنين آخرين من زوجات أخرى. فكونه أنه يقتل أطفال هذا شيء غير محبب عند الرؤساء وعند الملوك، فهذا يعتبر شيء مخزي أنه يسمع عنه أغسطس قيصر. ولربما لو سمع أغسطس كان راح يخلع هيرودس من هذا العرش. طبعاً لا يعبر عن سجل بطولة في حياة هيرودس. ثم أحبائي، يعني هيرودس مات بعد فترة بسيطة بعد هذا الحادث الأليم، مات بفترة قصيرة، والناس اليهود كانوا بيعتبروه إنه العدالة قد تمت في سنة 4 قبل الميلاد. فهذه القصة لا تخلو من الألم إنه كيف هذا الشخص اللئيم المتغطرس قتل أطفال بيت لحم. So many modern scholars try to say Herod was bad, but he wasn't that bad. He never could have killed those babies in Bethlehem. Well, thank God for Flavius Josephus. Here's a Jewish historian who writes an enormous history of the Jewish people, beginning at creation and going all the way to the fall of Jerusalem. He was born in the city of Jerusalem 4 years after Jesus' crucifixion. Josephus gives us 2 whole book scrolls on Herod the Great, and every word has come through that Josephus wrote. 2 book scrolls in those days would be the equivalent of almost a 300-page book today. So we have a complete biography. We have a complete court record of Herod the Great. And so you take the claim about him killing the babies in Bethlehem and match it against that biography, and we find the same kind of personality could have done that. Because look, Herod killed 3 of his own sons on suspicion of treason. He killed his favorite wife out of 10 of them. His favorite wife was the Maccabean princess Mariamne. He executed her, killed his mother-in-law, killed an uncle. He invited the high priest down to Jericho to the Winter Palace for a game of water polo or something in the swimming pool there. They drowned him. This is the kind of fellow who could have killed what? 12 babies? 15 tops in Bethlehem? That's all there were. He has heard a rumor now about these magi who are seeking out, because there's been some omen, something seen in the heavens, the someone born king of the Jews. Not appointed king of the Jews, but born king of the Jews. And so his reaction to that is exactly what we see from other sources. You don't talk to Herod about somebody replacing him, not if you value your life. In fact, when he killed his sons, there's a legend, and it may well be true, that his friend, the Roman Emperor Caesar Augustus, said, "I would rather be Herod's pig than his son." Now that's, it rhymes in Greek, and it's, you know, but why does he say that? If I'm a pig, that's not a kosher meat, so I'm not going to get butchered for dinner. But if I'm Herod's son, I might well get killed. Now, isn't that a grim comment? And that's coming from a friend and ally. And that was the reputation Herod had. In fact, there's another thing people don't know. Herod actually gave orders that the most popular people in Jerusalem be gathered up in the arena and be executed the moment he died. Why? So the day of his death would be a day of mourning and grief, not a day of celebration. Now that tells you something about Herod.
He's very sick now. He's down in Jericho. He has a medical encyclopedia full of diseases. He's dying. And so he calls his dear sister Salome over, and he says, Salome, I want you to arrest all the Jewish leaders in the land. And so she did. And he says, now imprison them below the palace here in the prison area. Been discovered, by the way. Now, what do I do, brother? Why are you doing this? And he said, I know that when I die, the Jewish subjects of mine are going to celebrate, but I want to give them something to cry about. The moment I die, I want you to execute all of these prisoners, so there will be hundreds of households weeping at the moment I die. Now, is that the kind of a nice fellow who could have killed a dozen babies in Bethlehem? I think so. أعزائي، منواصل دراستنا شخصيات ميلادية. أنا موجود في منطقة بيت لحم، يعني قريب على الصحراء. البلدة هون قريبة من بلدة اسمها تقوع، بلدة النبي عاموس قديما. هذا المكان الهيروديان بناه هيرودس الكبير، وكان بيبني قلاع لأنه كان عنده مرض الخوف إنه أي شخص رح يقوم ضده، فكان مجهز حاله وعامل كل الاحتياطات. لكن في أي مكان بيروح عليه هيرودس بيبني المعابد وبيبني القصور وبيبني الحمامات وبيبني الساونا وبيبني أمور كثيرة. هيرودس طبعا يعتبر يعني شخصية غريبة الأطوار، رغم أنه كان بناء عظيم لكن مصاب بمرض الشكوك والهواجس أيضا. البشير متى بيكتب عن هذه الحادثة حتى يظهرها لليهود، وتميز فيها طبعا البشير متى، حتى يقول إنه هذه الحادثة هي تتميم للنبوات، وبيأخذنا في رحلة تاريخية، بيأخذنا في رحلة يعقوب عندما وصل إلى بيت لحم وولدت ابنها بنيامين وماتت رحيل هناك ودفنت. بيقفز تاريخيا إلى العصر البابلي عندما جاء نبوخذنصر وأخذ المسبيين، وطبعا كانوا في حالة ذل، كانوا في حالة عار بسبب القتل في كل مكان، والمسبيين وهم مقيدون بالسلاسل عم بيتجمعوا بطريق بيت لحم، وعندما تطأ الأقدام كأنه رحيل بتسمع فبترجع بتبكي على هؤلاء المسبيين وليس من يعزي. فبيربط هذه الحادثة، ما حدث للمسبيين، بحادثة قتل بيت لحم. والنبوة بتتكلم عن بيت لحم وعن طبعا الرامة، والرامة هي منطقة قريبة من بيت لحم. والجدير بالذكر أنه كل المسبيين المعتقلين وعندما أخذوا اتجمعوا في مكان واحد في منطقة الرامة، ومن هناك وهم مقيدون ابتدأوا بالرحلة الطويلة 700 كيلومتر حتى وصلوا إلى بلاد بابل. وكأنه هذه الخطوات عم تصحبها صدى الصوت البكاء والعويل لهذه الحالة البائسة لشعب الله في القديم. وبما أنه رحيل تمثل الأمة القديمة فهي تبكي على أولادها وليس من معزي. فطبعاً البشير متى بيركز على تتميم النبوات حتى يكلم اليهود. أطفال بيت لحم يعتبروا أول الشهداء، وهذا ليس غريب على هيرودس، أول الشهداء. ومنقرأ عن يوحنا المعمدان قتل على هيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير، ومنقرأ عن يعقوب الرسول، الرسول يعقوب قتل على يد هيرودس أغرباس الأول في أعمال 12 الحفيد الأصغر. وهكذا هذه العائلة مشهورة بالبطش والقتل أيضا. اللي كان بيحكم هيرودس بعد ممات ابنه أرخيلاوس، وأرخيلاوس أول ما أخذ العرش
قتل 3000 واحد يهودي. لما رجعت يوسف، رجع يوسف ومريم والطفل يسوع، راحوا للناصر لأنه كانوا خايفين برضو من بطش أرخيلاوس، لأنه الحادثة والذكرى ما زالت طازة يعني معلقة في ذهنه. هذا ليس غريب على هذه العائلة، لكن أطفال بيت لحم يعتبروا أول الشهداء اتقدموا على مذبح الرب في وقت ميلاد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. هكذا قال الرب: نعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخومهم. البشير متى بتكلم للفكر اليهودي حتى يقول لليهود إنه يسوع هو الملك من نسل داود أو ابن داود اللي تمم فيه نبوات العهد القديم، وأن المسيح هو المخلص الموعود به، وأنه هيرودس حاول يتخلص من الملك يسوع، وكأنه يريد أن يعرقل مخطط الله بقتل يسوع المسيح. وهذا ليس جديداً، فموسى بيتكلم بصيغة حتى يذكر الشعب القديم مثلاً ما حدث لموسى. فعندما ولد موسى حدثت مجازر، وكان بكاء عظيم جداً، لأنه فرعون كان بيقتل كل ذكر عبراني، لكن بالإيمان أبوي موسى أخفاه، وبالإيمان كبر وأصبح ابنة فرعون، والله قاده وعمل خلاص عظيم للشعب العبراني في أرض مصر. فرعون كان بحاول يعرقل المخطط الإلهي، لكن ولد موسى وعاش في قصر فرعون، وأصبح موسى هو المنقذ. فبيتكلم طبعاً الكتاب عن هروب موسى من فرعون وعودته مرة تانية، كذلك ولادة يسوع المسيح. هرب من هيرودس الملك، يعني يوسف ومريم مع الطفل هربوا إلى مصر، وحتى تتم النبوة من مصر دعوته ابني. فمتى يعتبر جسر بين العهدين؟ متى بيعتبر يعني بيأخذ الفكرة القديمة وبيتكلم فيها لليهود المعاصرين في تلك الأيام. تاريخياً كتير ناس حاولت تتخلص من طبعاً التخطيط والأمر الإلهي، مثلاً هامان في أيام مملكة فارس أراد أن يتخلص من كل اليهود في كل الأرض، لكن الله استخدم مردخاي واستخدم استير، ونفس الخشبة اللي كان معلقها حتى يصلب هامان، يصلب مردخاي، هامان صلب على نفس الخشبة. عاوز متى يقول إنه أمر الرب وإرادة الرب وتخطيط الرب لابد أن يتم، حتى لو كل الملوك قاموا، حتى لو كل الأرض قامت وقعدت، ترتيب الرب ومخطط الله لابد أن يتم في حياة البشر. هؤلاء المسبيين اللي اعتقلوا واللي هم مزلولون بيتكلم في أمل للخلاص من خلال الملك يسوع المسيح. وهذه أحبائي القصة هي مثل زهرة فياحة عطرة في الظروف اليائسة والبائسة اللي كانت موجودة في هذه البلاد. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم أحدهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابناً فاقتلاه، وإن كان بنتاً فتحيا.
أحبائي الأطفال، أطفال بيت لحم وأطفال كل القرى المحيطة حول بيت لحم، كانوا بيعتبروا أول الشهداء الثمرة، وهؤلاء الشهداء هم في المجد مع الرب يسوع المسيح، شهادة وسحابة من الشهود. وبصراحة أنا ما بدي أخمن وأقول كم كان عدد الأطفال، لكن بيكفي إنه البشير متى كتب عن هذه الحادثة المفجعة وعن هذا الألم اللي تخلل قصة الميلاد. لكن أحبائي الكتاب يتكلم عن شهداء كثيرون إلى آخر الأيام، حتى يعني لا يكملوا بدوننا كما يقول الكتاب المقدس. ظن هيرودس الكبير من هذه المنطقة، من قصره ومن قلعته، يبعث الجنود يقتلوا كل أطفال بيت لحم، ظن أنه تخلص من يسوع المسيح. لكن يسوع المسيح اسمه وذكره في كل الأرض، واليوم هيرودس أصبح نسيا منسيا. اللي بذكرنا في هيرودس يمكن شوية أثارات قديمة عم نكتشفها هون هناك من قبره أو قصره أو أي مكان كان بعيش فيه. هؤلاء الشهداء زينوا رسالة الميلاد. وأنا عاوز أقول في الختام لكل من يشاهد هذه الحلقة، كثير منا في هذه الأيام عم نحتفل بميلاد الرب يسوع المسيح، لكن في أماكن عديدة في ناس عم بتموت من الجوع، في أطفال كثير عم تقتل، وفي حروبات عندنا بالشرق الأوسط، أطفال في العراق، بفلسطين، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في أماكن عديدة. خلينا نصلي وخلينا نذكرهم وخلينا فعلا نكون بركة لكل الأطفال. لما طفلك بيتكلم عن مناسبة عيد الميلاد، اقرأ له القصة واحكي له كيف هؤلاء الأطفال كانوا ثمر هيك حلو لتقديم حياتهم كثمرة أولى لولادة الرب يسوع المسيح. بصلي إنه الرب يبارككم.